اعتبر مسؤول أمريكي في مجال مكافحة التمويل غير المشروع أن لبنان يجب أن يبعد حزب الله عن القطاع المالي، وذلك بعد أسبوعين من بدء واشنطن مساعي جديدة لتكثيف منابع التمويل للتنظيم. وأكد مساعد وزير الخزانة الأمريكي خلال زيارة إلى لبنان أن تمويل حزب الله لا يأتي من إيران فحسب، بل عبر عمليات غسيل للأموال. سيادة المستشار، هل تعتقد أن الصراع الأمريكي الإيراني من الوارد أن ينتقل إلى لبنان؟ أولا، مسألة يعني استخدام غسيل الأموال في تمويل حزب الله دي مسألة مش جديدة، مسألة مصارة من الثمانينيات ولها أشكال عديدة وأدوات صحيح. عديدة. أما أنه الصراع الأمريكي الإيراني سينتقل إلى الساحة اللبنانية، فأولا هو في صراع أمريكي إيراني بجد؟ لا أعتقد ذلك. يعني قبل 12 يوم من النهاردة الرئيس ترامب بعد ما توعد وأثبت وأرعد لإيران وقع على قرار تمديد رفع العقوبات عن إيران طبقا للاتفاق النووي. هو على في الواقع الفعلي هو فعل ما تريد إيران. سيبينا بقى من الكلام الإعلامي والكلام. الأمر الآخر، هل بلاش بقى نشيل كلمة صراع، نقول هل التجاذبات الأمريكية الإيرانية انتقلت إلى الساحة اللبنانية؟ هي موجودة على الساحة اللبنانية منذ الثمانينيات بالفعل. ما يحدث في لبنان هو حوار أحيانا بالسلاح وأحيانا بالصفقات وأحيانا بأشياء أخرى عديدة بين أطراف دولية عديدة من بينها أساسا سوريا وإيران والولايات المتحدة.